بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، أقامت مديرية الثقافة لقاء شعريا نسويا شاركت فيه عدة شاعرات من الحسكة بقصائد تناولت المواضيع المختلفة التي تتعلق بالمرأة السورية. ضمن مواكبة المؤسسات الثقافية للمناسبات العالمية والمناسبات الوطنية، قمنا بهذا النشاط اليوم أصبوحة شعرية أدبية لعدة أجيال من النساء، وسبقها أيضا كان هناك ندوات قانونية بالتعاون مع UNDP، وقبل أيضا ندوات صحية تعريفية لبعض السيدات على مستوى المحافظة في الحسكة وفي القامشلي. جعلوا للمرأة يوما، ولكن كل الأيام لها، هي الأم والأخت والابنة والزوجة والحفيدة والحبيبة، هي المعلمة والمربية الفاضلة، وهي التي تصنع الرجال، وخاصة أم الشهداء، هي أم العالم كله. حقيقة اليوم بمناسبة عيد المرأة نشارك في هذه الأمسية والأسبوع الشعرية. المرأة طبعا نبع العطاء الذي لا ينضب أبدا، نقول لها في عيدها كل عام وهي بألف خير. قصيدتي عن فئة من النساء مهمشات، وهن جديرات بأن نهتم بهن، وهن من النساء السوريات القديرات اللواتي تعبنا وكدحنا في هذه الظروف القاسية. قصيدتي اسمها أنشودة الراعية. مدير الثقافة أشار إلى أن اللقاء الشعري يأتي ضمن مواكبة مديرية الثقافة للأيام العالمية، ومنه الاحتفال بيوم المرأة العالمي، مؤكدا أن المرأة السورية رمز العطاء والخير وشقيقة الرجل في بناء الوطن والدفاع عنه. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.